الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يتحدث عن قضية بدو الصلاح في الثمار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وكما في الحديث يعني قالوا للراوي كيف يبدو صلاحه، قال أي حمار أو يصفار، ويحمار هذا الوزن يدل على حصول الشيء، يعني شيئا بعد شيء، يعني حصول الأمر شيئا بعد شيء، يعني ليس مرة واحدة. الفرق بين يحمر ويحمار، فيحمار يعني يحمر جزء ثم جزء ثم جزء بالتدريج. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. ثم الفقهاء يعني في اجتهادهم في فهم هذه الأحاديث، منهم من يعني شدد وتمسك بظاهر اللفظ، فقال لابد يعني في كل شجرة على حدة أن يبدو صلاح هذه الشجرة، وإذا كان البستان فيه أنواع من الثمار فبدو صلاح نوع منها لا يعني بدو صلاح النوع الآخر وهكذا. ومن الفقهاء من وسع في هذا الباب ويسر، مثل الإمام مالك رحمه الله يقول يعني إذا بدا الصلاح في ثمرة واحدة كان ذلك بدوا لصلاح الشجرة التي فيها تلك الثمرة، والبستان الذي فيه تلك الشجرة، والبساتين التي حوله، وإذا كان البستان فيه أنواع من الزروع المختلفة وبدأ صلاح نوع منها فهو صلاح لجميع الأنواع وهكذا. فيسر في هذا الباب ووسعه. ومذهب أحمد رحمه الله تعالى أقرب إلى مذهب مالك في هذه القضية، كما يعني فصل شيخ الإسلام رحمه الله. ثم بعد ذلك يعني في ممكن نرجع قليلا في نهاية الصفحة التي قبلها، قال والغرض من هذا أن أصول أحمد تقتضي موافقة مالك في هذه المسائل، كما قد يروى عنه في بعض الجوابات أو قد خرجه أصحابه على أصوله. يعني يقول مذهب أحمد يوافق مالك رحمه الله، إما يعني أنه يوافقه في بعض الروايات، يكون عن أحمد أكثر من رواية فتجد فيها رواية توافق مذهب مالك رحمه الله، أو خرجه أصحابه على أصوله. أحيانا لا يكون عن أحمد رواية منصوصة توافق مذهب مالك، لكن يخرج الأصحاب رواية عن أحمد. ومر بنا أن رواية مخرجة أن يكون أحمد لم يتكلم في خصوص هذه القضية، ولكنه تكلم في مسألة تشبهها، ويمكن قياس هذه المسألة التي لم ينص فيها على مسألة تشبهها، فالأصحاب يعني يقيسون ويروون عنه رواية أو يخرجون عنه رواية يسمونها رواية مخرجة، يعني لم ينص عليها أحمد ولكن كلامه في مواضع أخرى يدل على هذا. قال وكما أن العالم من الصحابة والتابعين والأئمة كثيراً ما يكون له في المسألة الواحدة قولان في وقتين، فكذلك يكون له في النوع الواحد من المسائل قولان في وقتين، فيجيب في بعض أفرادها بجواب في وقت، ويجيب في بعض الأفراد بجواب آخر في وقت آخر. يقول العالم من الصحابة والتابعين والأئمة قد يتكلم في نفس المسألة يجيب عنها بجوابين مختلفين في وقتين مختلفين، لأن الفقيه المجتهد
قد يتغير اجتهاده، يظهر له فهم لم يكن ظهر له من قبل، أو يطلع على أدلة لم يكن اطلع عليها من قبل، أحيانا بسبب الاطلاع على أدلة جديدة، وأحيانا بسبب حدوث فهم جديد له في تلك الأدلة، فيتغير رأيه. فيقول أحيانا المسألة الواحدة يكون الفقيه المجتهد له فيها فتوى في وقت وفتوى في وقت آخر، كما في قولي الإمام الشافعي مثلا القديم والجديد، وكما في الروايات عن أحمد، وحتى الصحابة والتابعين رحمهم الله قد يحفظ عن الواحد منهم يعني روايتان أو قولان مختلفان في وقتين مختلفين. يقول أحيانا العالم يتكلم في نوع من المسائل، يعني هي مسائل متشابهة والمفترض أن يكون حكمها واحدا لأن كلها باب واحد، لكنه يعني سئل عن يعني بعض أفراد هذا النوع في وقت فأجاب مثلا بأنه حلال، وسئل عن بعض أفراد هذا النوع في وقت آخر فأجاب بأنه حرام، قال ويجيب في بعض الأفراد بجواب آخر في وقت آخر، وإذا كانت الأفراد مستوية كان له فيها قولان، فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه المجتهد فقوله فيها واحد بلا خلاف. يعني هو مر بنا أن أصول أحمد تقتضي أن موضوع المقاثي والمباطخ القثاء والخيار والبطيخ وكذا، فعندنا رواية عن أحمد يعني فيها تشديد في هذا الباب وهي منصوصة، وعندنا رواية مخرجة فيها التيسير في هذا الباب، فقياسا على موضوع بدو الثمر بدو الصلاح يعني في الثمار. فالإمام أحمد رحمه الله يعني إذا قيس على قواعده في هذا الباب فهذا يقتضي الإباحة، بينما عنه رواية منصوصة في موضوع القثاء والخيار والبطيخ فيها تشديد. فيقول موضوع القثاء والبطيخ والخيار يعني هي مسألة يعني ضمن مجموعة مسائل، فكونه يعني شدد فيها في وقت، لكنه في هذا الباب عموما وسع في أوقات أخرى، والأفراد متساوية، فلذلك يعني فقهاء المذهب حكوا عنه رواية أخرى مخرجة بناء على القياس على كلامه في مواضع أخرى. قال وإذا كانت الأفراد مستوية كان له فيها قولان، فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه المجتهد فقوله فيها واحد بلا خلاف، وإن كان مما قد يذهب إليه المجتهد فقال الطائفة منهم أبو الخطاب لا يخرج، وقال الجمهور كالقاضي أبي يعلى يخرج الجواب إذا لم يكن هو ممن يذهب إلى الفرق كما اقتضته أصوله. يعني إذن إيه؟ إذا العالم يعني تكلم في يعني باب فيه مسائل متشابهة ولا يظهر بينها فرق، وتكلم في بعضها في وقت فأجاب مثلا بالتحريم، وفي بعضها في وقت فأجاب بالإباحة، فهل يعني يخرج عنه قول بأنه عنه في كل هذه المسائل قول بالإباحة وبالتحريم، لأن هذه المسائل ليس بينها فرق، فكأنه تكلم في كل المسائل وإن كان كلامه في كل مرة في يعني جزئية معينة. قال ومن هؤلاء من يخرج الجواب إذا رآهما مستويين وإن لم يعلم هل هو ممن يفرق أم لا. يقول يعني طبعا في هذه القضية لابد أن نتأكد أن هذه المسألة الجزئية التي تكلم فيها بما يخالف قواعده أنه ليس بينها وبين بقية المسائل فرق، لأنه إذا كان هذه المسألة الجزئية فيها فرق بين بقية المسائل فإذا هو جوابه اختلف لأجل هذا الفرق، لكن يقول إذا ظهر يعني فقهاء المذهب المجتهدين أنه ليس هناك فرق بين هذه المسألة وبقية المسائل فيخرجون يعني هي رواية.
قال وإن فرق بين بعض الأفراد وبعض مستحضرا لهما، فإن كان سبب الفرق مأخذا شرعيا كان الفرق قولا له، وإن كان سبب الفرق مأخذا عاديا أو حسيا ونحو ذلك أو نحو ذلك مما قد يكون أهل الخبرة به أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك، فهذا في الحقيقة لا يفرق بينهما شرعا، وإنما هو أمر من أمر الدنيا لم يعلمه العالم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم، فأما ما كان من أمر دينكم فإلي. يعني يقول مثلا العالم عندما يكون له قول مثلا في باب من الأبواب في جميع المسائل المتشابهة في هذا الباب بالإباحة مثلا، وبعدين يأتي في فرد من الأفراد ويقول في هذا الفرد بالتحريم، فإذا كان هناك فرق بين هذا الفرد والبقية، وهذا الفرق يعني مأخذه شرعي، إن مثلا هذه المسألة الجزئية أو هذا الفرد من الأفراد ورد فيه نص بخصوصه، فهو راعى هذا الأمر أن هذا الموضوع بالذات فيه نص بخصوصه فاستثناه من القاعدة العامة لورود يعني نص شرعي فيه، فهنا لابد من احترام ذلك، ونقول إنه له يعني قول، إن قوله في هذه المسألة الجزئية يعني يختلف عن قوله في عموم مسائل الباب، وفرق بينهما بسبب المأخذ الشرعي. لكن إذا كان هو يعني فرق بين هذه المسألة وبقية المسائل بسبب يعني شيء ظنه من باب التجربة والعادة والخبرة بأمور الدنيا، يعني مثلا موضوع القهوة، يعني أول ما ظهرت القهوة كان بعض الفقهاء يظنون أنها مسكرة مثلا، هم ما شافوش القهوة يعني ما وصلت عندهم، كانوا يظنون أنها شراب مسكر، وخاصة أن كلمة القهوة في لغة العرب كانت ترد في أشعار العرب بمعنى الخمر، القهوة وردت في أشعار الشعراء الجاهليين بمعنى الخمر، والمشروب الجديد هذا من البن يعني سمي قهوة، وبعض الفقهاء لم يعرفوه، فممكن وصف لهم بطريقة خاطئة فظنوه شرابا مسكرا وحرموه بناء على ذلك. فيقول قد يكون أهل الخبرة أعلم بهذا الشيء من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك، هم أعلم بهذا المشروب وما فيه وكذا. كذلك مثلا الدخان أول ما ظهر كان كثير من الفقهاء يعني يرون إباحته، وبحسب ما وصف لهم يعني أنه ليس فيه أي ضرر ولا أي شيء ولا إسكار ولا، فأفتوا مثلا بإباحته، لم يظهر لهم ما فيه يعني من الآفات والأضرار وكذا، وظهر مثلا لأهل الخبرة. فيقول الفقيه أحيانا قد يكون يعني يستثني مثلا القهوة من بين المشروبات المشابهة لها ويفتي بتحريمها ظنا منه أنها مسكرة، أو يستثني مثلا الدخان بين ما يشبهه من الأمور الضارة ظنا منه أنه يعني لا ضرر فيه فيبيحه، لا ضرر فيه يعني كبير يؤدي إلى التحريم فيبيحه. ففي هذه الحالة يقول قد يكون أهل الخبرة أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك، ويوضحون أن هذا الفرد الجزئي يعني لا يختلف عن بقية الأمور التي أفتى العالم فيها مثلا بالإباحة أو بالتحريم، أن هذا الفرد هو مثلها، وينبغي أن يكون قوله فيها لو أنه وضح له الأمر على حقيقته لكان قوله فيه مثل قوله في الأمور المشابهة له. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم فأما ما كان من أمر دينكم فإليه. فإذا كان مستند العالم في الحكم على هذا الفرد هو شيء يتعلق بالخبرة الدنيوية والعلم الدنيوي بحقيقة هذا الشيء، ففي هذه الحالة يرجع إلى أهل الخبرة والعلم. قال وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضا أيضا،
لأن التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات. يقول إذا وجدنا العالم أفتى في عين المسألة بقولين مختلفين، مرة أباح ومرة حرام، أو في نوع المسألة، ليس في عين المسألة وإنما في نوع المسألة. يعني مثلا في موضوع بدو الصلاح في الثمار، فهذا مثلا باب عام، كل الثمار مفترض أنها تأخذ نفس الحكم، فإذا أفتى في بعض أنواع الثمار بحكم وبعض أنواع الثمار بحكم، فهو يعني نوع المسألة هي مسألة واحدة ولكنه أفتى في نوعها بقولين مختلفين، فهذا يسمى تناقضا، لأن التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات، مرة نفى التحريم ومرة أثبته، مرة نفى الوجوب ومرة أثبته، وهكذا، أو الإباحة ومرة نفى الإباحة ومرة أثبته. فإذا كان في وقت قد قال إن هذا حرام وقال في وقت آخر فيه أو في مثله إنه ليس بحرام، أو قال ما يستلزم أنه ليس بحرام، انتقل إلى قضية أخرى، أنه أحيانا لا يقول في عين الشيء ولا في مثله، مثلا يعني قال في شيء أنه حرام ولم يقل في عين هذا الشيء أنه حلال ولا في مثله أنه حلال، ولكنه قال كلاما يستلزم أن هذا الشيء حلال، فقد تناقض قولاه، وهو مصيب في كليهما عند من يقول كل مجتهد مصيب، وأنه ليس لله في الباطن حكم على المجتهد، ليس لله في الباطن حكم على المجتهد غير ما اعتقده، أو غير ما اعتقده. طبعا هذه القضية اللي هي هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد، الإمام النووي رحمه الله يقول يعني لا إنكار في المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه، الشيء المختلف فيه لا ننكر على من أخذ بأحد القولين، وإنما ننكر على من خالف المجمع عليه. ثم يعلل ذلك، هذا كلام النووي وكلام البهوتي أيضا يعني قال بنفس الكلام، وغيره من الأئمة يعني قالوا بهذا المعنى، فلا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فالإمام النووي يعلل يقول لماذا، قال لأن المختلف فيه يعني على قول الإمام النووي، قال يعني على قولنا وقول الجمهور كل مجتهد مصيب، على قولنا وقول يعني جمهور العلماء كل مجتهد مصيب، فبالتالي كل واحد من هؤلاء المختلفين فهو مصيب ولذلك لا إنكار عليه. قال وإذا أخذنا بالقول الآخر وهو أن المصيب واحد، إذا قلنا بالقول الآخر، قال وإذا اختلف الفقهاء في مسألة فالمصيب واحد والباقي مخطئ، فهذا المصيب الواحد لا سبيل إلى تعيينه، لا يمكن أن نعين من هو هذا الواحد المصيب، يعني كل واحد من المختلفين هو عند نفسه هو المصيب، وهذا عند نفسه هو المصيب، وهذا عند لو كان المصيب واحدا فلا سبيل إلى تعيينه، فبالتالي الإثم يكون مرفوعا عن الجميع، ولذلك لا ننكر على يعني في الأمور المختلفة فيه. فهنا الشيخ الإسلام يقول يعني عند من قال كل مجتهد مصيب، وأنه ليس لله في الباطن حكم على المجتهد غير ما اعتقده، يعني يقول كل مجتهد مصيب، يقول إن الله سبحانه وتعالى بحكمته يعني جعل الأدلة الشرعية محتملة أن تفهم بأكثر من فهم، والفقهاء المجتهدون يعني اجتهدوا في يعني فهمها كل على حسب ما فهم، وكل منهم مصيب، يعني الله سبحانه وتعالى لم يحكم بحكم يعني واحد عنده، وإنما حكم الله سبحانه وتعالى أنه كل ما هو ضمن يعني اختلاف أمة النبي صلى الله عليه وسلم ووقع فيه الخلاف بين الفقهاء المجتهدين فكله صواب وممكن أن يعمل بأي قول منه. شيخ الإسلام يقول أما الجمهور، نسب القول الجمهور إلى العكس، يعني أن إن الذين يقولون إن لله حكما في الباطن علمه العالم
في إحدى المقالتين ولم يعلمه في المقالة التي تناقضها، وعدم علمه به مع اجتهاده مغفور له مع ما يثاب عليه من قصده للحق واجتهاده في طلبه. شيخ الإسلام هنا ينسب إلى الجمهور أن المصيبة واحد، ولكن يعني كما مر يعني المصيب واحد، فيكون يعني الله سبحانه وتعالى له حكم في هذه المسألة عنده، ولكن نحن لا نعلمه، لا سبيل لنا إلى العلم به. فالمجتهد الذي قال بقولين مختلفين في عين المسألة أو في جنس المسألة، فيكون يعني في واحدة منها علم حكم الله وأصابه، وفي الثانية لم يعلم حكم الله ولم يصبه، لكنه مع اجتهاده مغفور له ومثاب على قصده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهو يعني بين الأجر والأجران، فهو إذا أصاب له أجران، أجر الاجتهاد وقصد إصابة الحق، وأجر إصابته أنه أصاب الحق فعلا. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وهو أجر يعني قصده أن يصيب الحق وبذله ما في وسعه. فقال: مع ما يثاب عليه من قصده للحق واجتهاده في طلبه. ولهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء، مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ ثابت بخطاب حكم الله باطنا وظاهرا، بخلاف أحد قولي العالم المتناقض. هذا في من يتقي الله فيما يقوله مع علمه بتقواه وسلوكه الطريق الراشد. يعني طبعا يقول هذا الكلام كله في أن كل مجتهد يعني مثاب على اجتهاده وقصده سواء أصاب أو لم يصب، هذا في أهل التقوى والذين يسلكون الطريق يعني الراشد الصحيح، وقصدوا فعلا يعني معرفة حكم الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم شبه اختلاف اجتهادات الفقهاء بالناسخ والمنسوخ. شيخ الإسلام يقول الفرق أن الناسخ والمنسوخ كلاهما يعني حكم من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا المنسوخ هذا يعني كان حكما لله تعالى يعني أنزله ليعمل به في وقت ثم رفعه وأنزل حكما آخر. لكن عند من يقول المصيب واحد، فالقول يعني الذي لا يوافق الصواب لم يكن حكما لله في وقت يعني. طيب قال: وأما أهل الأهواء والخصومات فهم مذمومون في مناقضاتهم، لأنهم يتكلمون بغير علم ولا حسن قصد لما يجب قصده. يقول: لكن الذي يعني يختلف قوله في المسألة ويجيب بكلامين مختلفين متناقضين بسبب اتباع الهوى والرغبة في الخصومة والجدل، فهو لم يكن قاصدا الحق في المرة التي قال فيها قولا يخالف الحق، لم يكن يقصد اتباع حكم الله واتباع أمر الله، وإنما قصد فيه اتباع الهوى فأفتى بشيء يخالف الشرع يعني عن هوى أو رغبة في الخصومة ومخالفة خصمه أو عدوه. فهذا لم يتكلم بعلم ولم يتكلم بحسن قصد، فيكون مذموما ولا يكون مأجورا على هذا يعني القول الذي أخطأ فيه. قال: وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان. يعني هنا قضية في الأصول استطرد لها شيخ الإسلام، هنا هي قضية لازم المذهب، هل هو مذهب أو ليس بمذهب. فإذا الإنسان قال قولا ويلزم منه بعض النتائج، قال: أحدهما لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزم،
فإن لازم الحق حق ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. أحيانا يكون عندنا مسألة لم يتكلم فيها العالم أبدا، ولكنه تكلم في قضية أخرى ويلزم من كلامه فيها أن يكون رأيه في هذه القضية مثلا كذا، لأنها تشبهها ولا فرق بينهما وكذا. فقال كثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة يعني هو لازم مذهبهم، وليس هو يعني مذهبا لهم صرحوا به، وإنما هو مما يلزم من كلام لهم في قضية أخرى. وهذا لازم قوله الحق. وكما قال يعني يجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهور. يعني لو أن العالم هذا قيل له أنت قلت إن هذا الشيء مباح، فيلزم من كلامك أن الشيء الثاني هذا مباح أيضا لأنه مثله في هذه الصفات. فإذا يعني ظهر لنا أنه لو قيل له إنه يلزم من قولك إباحة كذا لالتزمه ووافق على هذا، فلا مانع من إضافته إليه. قال والثاني لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض. وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين. ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره فقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه بكونه قد قال ما يلزمه وهو لم يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه. يعني أحيانا العالم يخطئ ويقول في مسألة يعني قولا خاطئا، وهذا القول الخاطئ يلزم منه أشياء يعني منكرة وقبيحة. لو أن العالم نبه وقيل له يلزم من كلامك هذا مثلا أنك تبيح، أنت قلت مثلا هذا الشيء مباح و كلامك هذا يلزم عليه أنك ستبيح الخمر وتبيح الخنزير، فواضح أنه إذا قيل له هذا أنه لا يمكن أن يلتزم هذا اللازم، فسيكون رد العالم إما أنه يتراجع عن القول الذي قاله عندما ينتبه أن هذا القول له لوازم يعني تترتب عليه لوازم فاسدة. فأحيانا هذا يبصر العالم في الوقت الجدال والمناقشة فيقول أعوذ بالله، لأن إذا كان هذا القول سيلزم منه هذه اللوازم القبيحة إذن أنا أتراجع عن هذا القول. أو أحيانا أنه يدافع عن القول الذي قاله ويبين أن هذا الشيء لا يلزمه، يقول لا هذا الشيء لا يلزمني وأنتم ألزمتموني بأشياء لا تلزمني وهكذا. يعني مثلا أهل البدع دايما عندما يردون على القائلين بمذهب السلف في صفات الله سبحانه وتعالى، عندما يأتون إلى من يقول إن الله سبحانه وتعالى في السماء وإن الله عز وجل مستوى على عرشه والاستواء هو العلو والارتفاع والله سبحانه وتعالى على وارتفع وهو في السماء ومن صفته اليد والعين وغير ذلك مما أثبته الله تعالى لنفسه، فالذي يقول بهذا هو يقول ما في القرآن والسنة، لم يأتي بحرف من يعني من نفسه، وإنما نقل ما في كتاب الله تعالى وقال أنا أعتقد ما أخبرنا الله به عن نفسه. ويحمل عرش ربك فوقهم يخافون ربهم من فوقهم، فقال الله تعالى من صفته الفوقية والاستواء على العرش وكذا. فيأتي أهل البدع يقولون إذن أنتم تقولون إن الله تعالى في السماء وأنه فوقنا وأنه مستوى على العرش، إذن يلزم من كلامكم أن الله تعالى جسم وأنه متحيز وأنه يشبه خلقه وأنه محدث وأنه كذا وأنه، فيلزمون بأشياء باطلة هم لا يلتزمونها. يعني الخطأ هنا هو في ادعاء أن هذه اللوازم الفاسدة أنها لوازم أصلا،
الذي يعتقد المعتقد الحق لن يرجع عن معتقده بسبب ادعاء المبطلين أنه يلزم من إثبات الحق هذه اللوازم، وإنما سينكر هذه اللوازم، يقول هذه اللوازم لا تلزمني، نحن لم نقل إن الله سبحانه وتعالى له يد كأيدينا ولا كأيد البشر، ما قلنا يد تليق بجلاله عز وجل، فلا يلزمنا ادعاءكم أن إثبات اليد فيه تشبيه ولا فيه تمثيل وكذا وهكذا. فإذا يعني هذا فيما يتعلق إيه بلازم المذهب. نعم اللوازم، يعني يقول أحيانا في دائما في الجدال والنقاش سواء في أبواب الاعتقاد أو في مسائل الفقه، فكل مثلا منتسبين إلى مذهب يردون على أهل المذهب الآخر يقولون أنتم قلتم بكذا يلزم على مذهبكم كذا وكذا، ويأتون بأشياء فاسدة يدعون أنها تلزمهم، يعني تترتب على قولهم لأجل أن يبطلوا قولهم. يعني أحيانا في النقاش يريد أن يقول له إن قولك خطأ، فكيف يقول له إن قولك خطأ؟ يقول له قولك كذا لو كان صحيحا للزم منه كذا وكذا وكذا، يعني هذه أشياء تترتب على قولك، فيأتون بلوازم يعني تترتب على القول، فيقول إذا كان اللازم حقا فالفقيه يعني يلتزم، ويقول لا مانع ألتزم بهذه اللوازم طالما هي تترتب على هذا القول فأنا أقول بها، وهذا إذا كان اللازم حقا. لكن إذا كان اللازم باطلا إما أنه يتراجع عن القول وإما أن يثبت أن هذه الأشياء لا تلزمه على قوله. قال وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب هو أجود من إطلاق أحدهما. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول نجد يعني بعض علماء الأصول يعني يقولون اختلفوا هل لازم المذهب مذهب أو ليس بمذهب، ففريق قال لازم المذهب مذهب وفريق قال لازم المذهب ليس بمذهب. فشيخ الإسلام قال يعني هي ليست إيه اختيار إما أن نقول هو مذهب أو ليس بمذهب، لابد أن نفصل نقول لازم المذهب هذا هل هذا اللازم هو حق أو ليس بحق. إذا كان حقا هل لو عرض على العالم سيلتزمه أو سيرفضه؟ فإن كان حقا ولو عرض على العالم لالتزمه فهو مذهب له، وأما إذا كان لازم المذهب باطلا أو لو عرض على العالم لما التزمه فحينئذ لا يكون مذهبا له. فإذا إيه رأي شيخ الإسلام أننا لا نطلق نقول لازم المذهب مذهب بإطلاق، وإنما نفصل هذا التفصيل. قال فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله، وما لا يرضاه فليس قوله وإن كان متناقضا. يعني يقول لازم المذهب إذا كان لا يرضاه العالم فهو ليس قولا له، حتى لو كان هذا يؤدي به إلى أنه متناقض قال بالشيء وقال بضده لا مانع، فكثير من العلماء يقول له في المسألة يعني قولان أو في نوع من المسائل في بعض أفرادها له قول وفي بعض أفرادها له قول. قال وهو الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه مع اللزوم واللازم الذي يجب ترك الملزوم للزومه. يعني أحيانا اللازم يكون قبيحا فيكون العالم لو انتبه إلى أن هذا القول القبيح يلزم على ما قاله من قبل أنه سيتراجع عن القول، لأنه سيلتزم هذا اللازم وإنما سيتراجع عن القول. فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منها، وهذا متوجه في اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها. فأما إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال، وإلا لأضيف إلى كل عالم ما اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكونه ملتزما لرسالته، فلما لم يضف إليه ما نفاه
عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فلما لم يضف إليه ما نفاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان لازما له، ظهر الفرق بين اللازم الذي لم ينفه واللازم الذي نفاه. ولا يلزم من كونه نص على الحكم نفيه للزوم ما يلزمه، لأنه قد يكون عن اجتهادين في وقتين. يعني هنا يقول كل عالم من علماء المسلمين يعني يقول إنه يؤمن بكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يعمل بكل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ويرى العمل بما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم يوجبه، وما حث عليه واستحبه فهو يحث عليه واستحبه. طبعا كل عالم يقول هذا على سبيل الإجمال. طيب الآن عند التطبيق سنجد مثلا كثيرا من الأمور التي يعتقد بعض الفقهاء أنها واجبة، وفريق آخر يعتقد عدم وجوبها أو حتى عدم استحبابها فضلا عن وجوبها. يعني مثلا البسملة في سورة الفاتحة في الصلاة، فبعض الفقهاء يقول هي واجب وهي آية من الفاتحة، مثل الشافعية. وبعضهم يقول يعني البسملة هي مستحب من المستحبات، وبعضهم يقول هي ليست مستحبة أصلا، وهو مذهب مالك رحمه الله، يقول يعني المصلي عليه أن يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، لا يتعوذ، لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يبسمل، لا يستحب له لا استفتاح ولا تعوذ ولا بسملة، وإنما يبدأ بالحمد على طول. طيب فإذا مثلا هذا قول مالك رحمه الله، هل يصح مثلا الآن أن يأتي أحد ويقول والله الإمام مالك نجيب له أقوال عنه أنه يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إذن يلزم منه أنه يقول باستحباب البسملة أو بوجوب البسملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها، وهو يعني قال إنه سيتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيلزمه أنه يقول مثلا بوجوب البسملة. الإمام مثلا أبو حنيفة رحمه الله يقول إن الطمأنينة ليست ركنا يعني في الصلاة، والصلاة لا تبطل إذا لم يطمئن فيها. فهل نأتي بأقوال للإمام أبي حنيفة مثلا؟ قال إذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، ونقول النبي عليه الصلاة والسلام قال اركع حتى تطمئن راكعا واسجد حتى تطمئن ساجدا، إذا يلزم من هذا أن الإمام أبا حنيفة يقول بالطمأنينة. فيقول طبعا لو اتبعنا هذه الطريقة معناها أننا سنقول كل عالم من علماء المسلمين جميع الأقوال التي نعتقد نحن أنها صواب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وأمر بها، لكن هو العالم نفى هذه الأقوال عن نفسه ولا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الطمأنينة، هو يرى أن قوله حتى تطمئن راكعا أن هذا على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب والركنية. فإذا كنت أنت تعتقد أنها ركن فلا تنسب إلى الإمام أبي حنيفة تقول أنه يلزم من مذهبه أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ننسب إليه هذا القول لأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم حسب فهمك أنت له. فيقول العالم إذا نفى يعني أشياء وقال إنه لا يقول بها، فحتى لو كانت هذه الأمور هي تلزم من مذهبه فإننا لا نستطيع أن نلزمه بما نفاه عن نفسه. واضح؟ وممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم في هذا الكتاب، وننتقل إلى تيسير العلام بإذن الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.